بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا ونوابغ مصرية. مصر مليئة بالنوابغ، مليئة بقراء القرآن، مليئة بالإنشاد والمنشدين والمداحين لسيدنا رسول الله. النهاردة رحنا لمحافظة البحيرة ورحنا لكفر الدوار، ومعانا ابن من أبناء الأزهر الشريف الشيخ أحمد حمدي عطا. اهلا يا مولانا الشيخ. اهلا بحضرتك سيدنا، منورنا. الله يكرمك سيدنا، الله يكبر. كلية ايه يا شيخ احمد؟ كلية دعوة اسلامية سيدنا. كلية دعوة اسلامية، في سنة كام؟ ان شاء الله دخل رابعة دعوة. رابعة ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله سنة كده ويبقى زميلنا يعني في الاوقاف ان شاء الله. دعوتكم. خليك في الدعوة وملكش دعوة زي ما بيقولوا، ربنا يوفقك ان شاء الله. الشيخ احمد قارئ ومنشد، واللي اكتشف الشيخ احمد شيخنا ومولانا سيدنا الشيخ احمد سعيد عمران الدح، وساحة الدح مليئة وزاخرة بالمداح والمنشدين. ربنا يبارك في مولانا الشيخ أحمد وفي كل من يدعم الشباب والمنشدين والقراء، اللهم أمين يا رب العالمين. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا الشيخ أحمد حمدي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما
قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد. يكرمك سيدي. إن شاء الله ربنا يبارك فيك. إن شاء الله نسمع الشيخ أحمد في الإنشاد والصلاة على سيدنا رسول الله، لكن بعد الفاصل خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني، ودايما إذا كنت في هم أو ضيق أو غم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي تفرج الكروب وتكشف الهموم والغموم. الشيخ أحمد حمدي مجهز لنا النهاردة يعني أنشودة جميلة، نسميها ابتهال ولا أنشودة؟ قصدت باب الرجاء. ابتهال يا سيدنا. ابتهال لمين القصيدة دي أو الأنشودة دي؟ هو يا سيدنا أنا يعني طبعا حضرتك قلت أن أنا سمعت في ساحة مولانا الشيخ سعيد عمران الدح، فأنا سمعتها للمشايخ هناك وتعلمت منهم يعني أن أنا أكون مجهزها ومجهز حياة تانية بعديها علشان خاطر إيه يعني يكون المذهب مطابق مع المذهب التالي. تمام. فجهزتها في ظهرها على طول، قف بالخضوع ونادي يلا الله. سمعنا أتحفنا يا شيخ أحمد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك، أشكو إليك، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك، فبحر جودك يروي كل من يرد. قف بالخضوع ونادي
قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واسأله منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه رجاه ملك تجير به القلوب وترتجي يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه شملت عجائبه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيزها وذليلها وفقيرها وغنيها لا يرتجون سواه. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد. ما شاء الله، جميل إن احنا نناجي ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وكان من دعاء سيدنا رسول الله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء معلومة للخلق، وهناك أسماء يطلع الله من شاء عليها، وهناك أسماء استأثر الله بها لا يعلمها إلا هو، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نروح فاصل ونرجع تاني نصلي على سيدنا النبي. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجعنا لكم تاني. أول نداء في القرآن الكريم على المؤمنين رب العالمين يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان المسلمين بيقولوا لسيدنا النبي: راعنا يا رسول الله. فالمشركين استهزأوا وقالوا: راعنا يا محمد. فنزل القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لو نظر النبي إلى أرض قلبك لاخضر القلب بإذن الله. تعالوا بقى نسمع من الشيخ أحمد خير البرية نظر إليه. نظري إلى وجه الحبيب نعيم وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست مقيمًا
خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية يا بحر فضل وتاج عدل يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله خير البرية وكنز العطية أسأل الله جل وعلا أن يرضيه عنا وأن يجمعنا به دنيا وأخرى يقظة ومناما جسدا وروحا حسا ومعنا اللهم أمين يا رب العالمين. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، شرفتنا ونورتنا ونشوفك كده عالم كبير قد الدنيا إن شاء الله. يكرمك سيدنا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.